النهاردة في كان مؤتمر صحفي لمرتضى منصور. خلينا أقول لكم سر مهم. مرتضى منصور منع قناة الزمالك من أنها تدخل المؤتمر، وده شيء أسعدني جدا. أنا الراجل بتفرج من بعيد وسعيد جدا بحاجات كتيرة جدا. النهاردة لما جاني خبر منع قناة الزمالك من الدخول كنت في منتهى السعادة والانسجام، لأن فعلا مرتضى منصور صح. انتوا يعني خالد الغندور واللي معاه بعتين كاميرا لمرتضى منصور بناء على ايه؟ بناء على ايه يعني؟ عندكم دم؟ يعني انتوا معاه وقلبتوا عليه وخنتوه لما مشى، ولما رجع رايحين تتملقوا تاني؟ انتوا شغالين عشا الملك مات الملك؟ هاشتاج اتفرجوا. اول ضربة على القفا النهاردة مرتضى منصور منع قناة الزمالك من حضور المؤتمر الصحفي بتاعه بفرمان، قال لك قناة الزمالك ما تخطيش هنا، وفعلا ما دخلوهاش. انا طبعا سعيد، لا هي تولع كلها ببعضيها، انا مالي يعني، انا اسف بس كلمة تولع يعني بعتذر عنها على سبيل الضحك يعني، واخد بالك انت؟ فهاشتاج ايه؟ اتفرجوا. بس انا بصراحة عشان ابقى منصف، انا شايف ان مرتضى منصور عنده حق انه منع قناة الزمالك من الدخول، للأمانة عشان ابقى منصف. وانا قلت لكم عبر راجل عادل نتفرج من بعيد لكن نقول كلمة الحق يعني. والنبي خالد الغندور عنده دم انه يجيله ماتريال من مؤتمر صحفي المرتضى منصور ويتكلم عنه بالليل؟ يعني مرتضى منصور عامل مؤتمر في كاميرا راحت، خالد الغندور عنده دم انه يتكلم عن مرتضى منصور؟ طب ما هو الراجل عارف انك انت قلت في الخمر يا ليل بعد ما مشى، ولما رجع قلت في الخمر يا ليل لما رجع، فما ينفعك انك تبقى رجل لكل العصور خلاص. ايوه انت مأمن نفسك وطلع لك ببرنامج راديو وبرنامج تاني راديو انت ومراتك، وبتطلع لك يوم مع سيف زهر ومأمن الاناني والدنيا تمام، ولكن النهارده ضربهم بالقضية مرتضى منصور وقال لهم القناة دي لا تمثلني لغاية أنا ما أعمل فيها ثورة، يلا مع السلامة. والسيرك اتنصب والمسرح اتفتح النهاردة، مسرح مرتضى منصور يعود من جديد للزمالك. وكمان مرتضى منصور اداله كلمتين في المؤتمر، واخد بالك انت؟ كان بأكد لكم ان هو لا يروق له ابدا هذا الغندور، او اداله كلمتين يعني جامدين جدا. قال لك اذا انت اكرمت الكريم ملكته، واذا اكرمت فتح سند وخالد الغندور تمرده. انتوا كنتوا منعين الرجل من المداخلات، عندكم دم تبعتوا له كاميرا؟ كنتوا منعينه انه يطلع يرد على الناس، عندكم دم تبعتوا له كاميرا؟ اتفرجوا من بعيد، ربنا بينتقم. واديكم بتتفرجوا النهارده، طقم لفتح سند وطقم لخالد الغندور. شفتش راجل رد؟ مفيش راجل رد. هادي سر منع دخول قناة الزمالك للمؤتمر بتاع يعني على فكرة، على الرغم ان ايه، ان خالد الغندور عملية اشاد بمرتضى منصور واشاد بالمؤتمر الصحفي، يعني لسه دلوقتي الخبر جاي لي يعني، اشاد خالد الغندور مقدم برنامج الزملكاوي عبر قناه الزمالك بالمؤتمر الصحفي لمرتضى منصور رئيس الزمالك العائد من التجميد. واكد الغندور ان حديث رئيس نادي الزمالك بالمؤتمر الصحفي كان عقلاني للغايه ومميز. واشار الغندور الى ان منصور وعد بتكريم اللجان السابقة وهو أمر مميز يستحق الإشادة، وشدد على أنه يتمنى أن يذهب الزمالك إلى الأفضل خلال المرحلة المقبلة أيا كان رئيس النادي، وقال أنه دايما وأبدا مع الزمالك وليس مع أشخاص، ويدعم الكيان والجمهور. هو الزمالك كويس طول ما أنت برا، ولذلك نحن نمسك على يد مرتضى منصور أنه يطردك من قناة الزمالك، وده مشروع، ده طلب مشروع يعني. والنبي في كده يا جماعة، أين المروءة؟ والنبي شايفين يعني لسه مطقم له
ويعني مرتضى منصور في المؤتمر قال لك ايه؟ اذا اكرمت الكريم ملكته، واذا اكرمت فتح سند وخالد الغندور تمرد. يعني اذا اكرمت اللئيم اللي هو فتح سند رئيس التحرير، طبعا الاستاذ فتح سند ولا ليه دعوه، هو يدافع عن نفسه برضه، وخالد الغندور يعني اللئيم برضه ولا ليه دعوه، هو يدافع عن نفسه. طلع اللي عامل فيها برمديلو يمدح في الراجل اللي لسه مهزقه في المؤتمر الصحفي عادي خالص. فهو الراجل النهارده ما دخلش الكاميرا علشان خاطر من الاخر عايز يعمل انتفاضه. فقبل ما نسيب قناه الزمالك برضه، لان الموضوع ده حبيت ابدا فيه، محمد ابو العلا الوحيد اللي رد، فمن ضمن برضه هاشتاج اتفرجوا بنقول الطرف والطرف الاخر. محمد ابو العلا قال لك انه يعني مسخ اللي بشوفه ده، مسخ وحاجه بايخه وملهاش لازمه. يعني قال لك للتسعين مليار مرة ولا مليون مرة اللي أنا بشوفه ده مسخ. ده رأي محمد أبو العلا في عودة مرتضى منصور، واخد بال حضرتك؟ فعادي انت هتتفرج ويا ما تقول عادي. اهو اللي كتبه محمد أبو العلا في تعقيبه على عودة مرتضى منصور اهو قدام حضرتكم اهو، حرفيا قال شايف ان الفرصة اتت للمجلس اللي كان مجمد، احنا شايل فين فائض الميزانية 600 مليون، وكمان فرصة نعرف ايه اسباب الغرامات والعقوبات وايقاف القيد وعقد محمد ابراهيم، وفرصة نعرف فين اموال الفرع الثاني للنادي. اهو محمد ابو العلا بيضرب وبيقصف جبهة، وطبعا وانتوا عارفين ان محمد ابو العلا مشي من قناة الزمالك. وكمان كتب محمد ابو العلا الكلمتين اللي انا قلتهم لكم اهم اهم زي ما انت شايف اهو اهو، كلا كت للمرة 9 مليار مشهد هزلي وفي مسخ وقدر كبير من عدم احترام العقول فيما يخص اذا كان المؤتمر ولا عودة مرتضى ايا كان، احنا بنقول وبنتفرج. فقناة الزمالك بالنسبة لمرتضى منصور وأولاده أحمد وأمير بلاك ليست إلى أن يحصل فيها تطوير ويطردوا خالد الغندور. وعلى فكرة هو عنده استعداد يعمل أي حاجة ويقعد، لكن هو غير مقبول معهم، ولو قعد ربنا ما يوريك الشكل اللي عيب عليه، ربنا ما يوريك عادي. بص زي زمان زي زمان، يا خالد أنت هتعرفنا ولا يا خالد انت نسيت نفسك انت مين كده يعني كده. فاللي عامل راجل يورينا راجل رجولته للاخر، اللي عايز يعمل راجل يورينا رجولته للاخر. المهم المسرح فتح على مصراعيه وبدا بقناة الزمالك، او قبل المؤتمر ما يبدا ما فيش قناة زمالك طبعا، كما غاب كل قنوات اون تي في، ما فيش التلفزيون المصري ولا اون تايم سبورت ولا اون تي في اون تي في ولا ام بي سي، كل هذه القنوات لم تحضر. خلينا الاستاذ علي شحاته كان متواجدا في المؤتمر ونعرف منه الاول القنوات اللي حضرت مين. طبعا كانت المواقع كلها، ولكن عايزين نعرف ايه القنوات اللي حضرت. استاذ علي شحاته السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم يا علي. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عبد الناصر ازي حضرتك؟ يعني في حد حضر من القنوات غير صدى البلد والنهار؟ في البداية أنا بس حابب أوجه التعزية لسيادة المستشار أحمد جلال إبراهيم، ورحم الله المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق وأحد أهم رموز نادي الزمالك عبر تاريخه. أستاذ عبد الناصر راجل رحل بجسده، لكن ترك لنا إرث طيب جدا من السيرة ودمسة الخلق والسيرة العطرة التي تجسد في نجليه، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب. طيب اون تايم سبورت عرضت لقطات، والنهار عرضت لقطات، وصدى البلد عرضت لقطات، في قنوات تانية كانت حاضره؟ في البدايه استاذ عبد الناصر لما دخلنا على طول المؤتمر، كان النهارده المؤتمر بدا في حوالي الساعه 12 وربع كده. لما دخلنا المؤتمر انا عن نفسي قعدت ادور على اللوجو بتاع قناه الزمالك ما لقيتوش، فنزلت كنت بجهز البث المباشر من تحت، ببص كده لقيت مراسل نادي الزمالك واقف تحت في الشارع تقريبا هو بيلف وبيرجع، فسالت فقالوا انه مجلس اداره نادي الزمالك مانعين دخول قناه نادي الزمالك.
قلت اشوف مين الماتشات التانية الممنوعة. كل ما قنوات في عبد الناصر مجموعة المتحدة كانت واعلام المصريين كانت ممنوعة النهاردة من دخول المؤتمر. كل ال يعني اون تايم سبورت و اون تايم اون تي في والقناه الفضائيه المصريه كل القنوات اللي خاصه التي تتعاون او التابعه للشركه المتحده. يعني هم ما جوش ولا مرتضى منصور صدر فرمان بعدم حضورهم. طيب هقول لحضرتك انا ما لقيتش لوجو قناه الزمالك، فنزلت لقيت اللوجو تحت والراجل ماشي وبيروح، فسالت قلت فين اون؟ الناس قالوا ان هم ممنوعين، في ناس تانية قالوا ان هم ما اتمنعوش بس هم ما جوش. فانا عايز اقول لحضرتك ان فعلا كان في زي بيقولوا ان مفاوضات، ان هم كانوا رئيس نادي الزمالك كان عايز يقعد مع شركه المتحده لتغيير خريطه قناه نادي الزمالك، ده كان بالامن، وطلب منهم عدم حضور اي مؤتمر او اي فعاليه. على فكره هتكون في مؤتمر تاني يوم الجمعه اللي جاي للاستاذ مرتضى منصور. يوم الجمعه بعد الصلاه في مؤتمر الساعه 5. الساعة 5 ده معد انتخابات الأهلي، الناس مهتمة بانتخابات الأهلي، فهو مرتضى عامله فبقول لحضرتك لو ما كانتش قناة أون موجودة في الوقت دوت في نادي الزمالك يبقى كده القرار لسه فيه مفاوضات. هم عايزين مجلس نادي الزمالك عايزين يغيروا خريطة القناة بالشكل الكامل، عايزين أهم اسمين اعترضوا على تواجدهم هو الكابتن خالد الغندور والكابتن محمد أبو العلا. محمد أبو العلا أعتقد إنه مشي ولا لسه قاعد؟ لا هو لسه لحد الان ما فيش قرار رسمي، بس انا بقول لحضرتك هم الاسمين اللي اعترض عليهم من الامس من امبارح. هقول لحضرتك السبب يعني القشه التي قسمت ظهر البعير زي ما بيقولوا، انه قناه الزمالك امبارح ما نزلتش ولا خبر واحد يخص عوده مجلس اداره نادي الزمالك. طيب بمناسبه قناه الزمالك، بص هم عرضوا جزء من المؤتمر الصحفي، انت عارف خالد ده طالع يمجد في مرتضى ومرعوب في جلده، لكن هو عارف انه هيمشيه يعني وان كان عليه عايز يمشيه كمان بفضايح، ولكن هيمشيه. فقناه الزمالك عرضت اهي من موبايل، يعني الراجل يهزقهم بالنهار ويعرضوا من موبايل بالليل، منتهى الذل والانكسار. واحنا طبعا موجود زملاء يا استاذ عبد الناصر شغالين في قناه الزمالك، بس ايوه انا بتكلم على انه عيب يعرضوا بموبايل، ما هو لسه كاتمهم ومبهدلهم. بص قناة الزمالك منعت من الدخول، الخلاف اون تايم جات ومشيت ولا ما جاتش اصلا؟ ليه؟ انا ما شفتش لوجات، لما سالت قالوا ان هم ما جوش ممنوعين، برضه نفس الكلام. لا هم غالبا هم قالوا كده، لكن كان في كاميرا من عندهم موجوده بس بدون لوجو. ليه؟ ادي قناة الزمالك يا جماعه من موبايل، يعني مرتضى بهدل خالد الغندور ورئيس التحرير فتحي سند، وبالليل بيعرضوا له المؤتمر من الرعب طبعا، لكن هيمشيهم. سيف زاهر عرض هو الصوره، صوره كاميرا، فيبني كان في كاميرا موجوده من اون تايم سبورت، ولكن الكاميرا بدون لوجو، يعني تواجدت ولكن بدون لوجو، لان مستحيل يكونوا خدوا من حد يعني، فكان ليهم كاميرا موجوده ولكن بدون لوجو. ده من اون تايم سبورت. طبعا الفرق كبير، قناه الزمالك بالموبايل بشكل تعبان، وقناه اون كاميرا نظيفه وزي الفل اهو، زي ما انتم شايفين اهي اهو ملعب اون اهو، حتى العنوان ملعب اون، وابرز تصريحات مرتضى منصور دي كانت مع سيف زاهر من شويه. ولكن اللي انا عايز اقوله لكم كلام الاستاذ علي مظبوط، هو اول ملف عايز يخلصه كان ملف القناه، وعايز يقعد مع المسؤولين في الشركه المتحده، على كان يضع النقاط على الحروف ويمشي عبد الواحد السيد، او ممكن عبد الواحد يبقى فيه مفاوضات، ابو العلا اكيد هيمشي، خالد الغندور اكيد هيمشي كده يعني. انا امبارح وسط زحمه الاخبار الساعه عبد الناصر قلت لحضرتك ان الكابتن خالد الغندور بيحاول يعمل وساطه ما بينه وبين مجلس اداره نادي الزمالك بحيث انه يبقى، لكن في رفض تام بتواجده. مجلس الاستاذ مرتضى منصور رافضين تواجد الكابتن خالد الغندور بالمره، والوساطه مش هتنفع المره دي يا جماعه. بصوا يعني كتير قبل كده بس المره دي مش هتنفع. لا 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 مش ده كان ناوي يفضحه، وكان عنده تسجيلات وحاجات وبعت له يعني بوس ايادي، فموضوع كبير، بس انا مش بتفرج من بعيد مش عايز اتكلم. شوفوا النبي وش خالد الغندور يا جماعه، شوف الرعب، شوف الرعب وشوف مخطوف ازاي، شوف الرعب ومخطوف ازاي، شوف الرعب ومخطوف ازاي اهو.
شوف الرعب وايه، ويقول لك ايه كلام عقلاني لمرتضى منصور في المؤتمر الصحفي وشيء رائع، واحد يمجد ولا هيعبرك، اقعد امدح 60 سنة، تكفيه الذل وانت بتمدح، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. انا اعرف ان الرجاله رجاله في كل المواقف، ما فيش رجاله بتمشي على سطر وتفوت سطر، مع كامل الاحترام للكابتن خالد الغندور يعني. طبعا طبعا. والله العظيم يا جماعة، بيقول لك حد بيقول لي أنا كنت بتفرج، وليد عبد اللطيف، وليد صلاح عبد اللطيف كان موجود، وخالد الغندور اتفاجأ بذكر اسم مرتضى منصور من وليد صلاح عبد اللطيف، اتخطف وكان مرعوب وقاعد مرعوب. طبعا لازم يبقى مرعوب، هو لسه شاف حاجة؟ بالمناسبة القضية اللي رافع عليا خالد الغندور اتأجلت لسبعة يناير، لأن أنا ما لم أعلم بيها، فتأجلت لسبعة يناير، إعادة إعلان على ما أعتقد أو حاجة زي كده. لكن عادي، إحنا هنحضر، عندناش مشكلة في أي حاجة، بس عشان خاطر عشان محدش يهلل ولا يقول لك عبد الناصر، أنا اللي بقول أهو الأخبار يعني. طيب نروح للمؤتمر الصحفي علي، وماذا رصدت وأهم ما قيل، دي أهم الملاحظات بالنسبة للكاميرات يا جماعة، بس كان الكواليس دي محدش هيقولها لكم. نروح بقى للمؤتمر وماذا لديك؟ طيب نروح للمؤتمر. مؤتمر الاستاذ مرتضى منصور النهارده كان فيه، كان عباره عن 3 حاجات يا استاذ عبد الناصر. اول حاجه فيهم ان هو بيبرأ ذمته من القضايا والملفات اللي كانت موجوده على نادي الزمالك. تاني حاجه انا هسرد لك ده كله يا استاذ عبد الناصر، بس بقول لك ماشي بقى. العناوين الرئيسيه. تاني حاجه هو كان زي بيقول كده حضرتك، بيضم الجماهير ناحيته، بيلتف حوالين الجماهير. رابع حاجة، ثالث حاجة عفوا، ان هو بيوضح يعني الفترة اللي جاية هتكون ازاي، واهم حاجة واخر حاجة اعلن ان هو هيترشح لمجلس نادي الزمالك مرة ثانية، وكمان الانتخابات هتتم بلائحة الاستاذ مرتضى منصور اللي عملها قبل ما يمشي، اللي هي هتكون على 3 ايام، مش اللائحة الاسترشادية، وهتكون الايام 20 21 و22 يناير. تمام، ده كلامه، لكن احنا خلي بالك، احنا بنقول انهم هم اللي انا عرفته ان الموضوع بتاع اللائحه الخاصه بمرتضى منصور راح لمجلس الفتوى، الفتوى والتشريع لاخذ الراي، فيما زال كعبله في الموضوع ده، ولكن قول لنا بس كلامه، لان احنا مالناش دعوه يقول زي ما هو هقول عايز. لحضرتك كلامه، زي ما انا قلت لحضرتك ابرز التصريحات، ان انتخابات الزمالك هتكون يوم 20 و21 و22 يناير، انه هو هيدخل انتخابات نادي الزمالك الفتره اللي سوبر. جايه. رجع القضايا والملفات للفيفا، اللي في الفيفا على الزمالك اللجان اللي فاتت، قال اول هام اتكلم عن القضيه قضيه مع حضرتك بنسردهم مع بعض. اول قضيه قال انا خالد بوطيب انا مدعي عليه ورافع قضيه، والمفروض ان نادي الزمالك يستأنف على الحكم او يطالب برضه يعني يستمر في المقاضاه اللاعب، لان الزمالك ليه فلوس عند اللاعب وفقا لما يقدمه الاستاذ مرتضى منصور. تمام. ثاني هام اللاعب بنيامين اتشيمبونج اللي الزمالك دفع له تعويض، قال دي ده اهدار للمال العام، وبعد كده طلع من موبايله تسجيل للاعب بنيامين اتشيمبونج وهو بيسجل ان انا متنازل على كل حقوق لاعب نادي الزمالك مقابل فسخ العقد. ده اللاعب بنيامين اتشيمبونج. قضيه محمد ابراهيم، الاستاذ مرتضى منصور قال نصا يا استاذ عبد الناصر، قال قضيه محمد ابراهيم فيها عور قانوني او يعني او غلط قانوني كبير جدا، ان احنا هنا قلنا في العقد نفسه، قلنا لما هيتم اعاره اللاعب او بيعه لنادي خارجي وليس داخل مصر، اللاعب تم بيعه لنادي مصر المقص ب 5 مليون جنيه، لا هو يبقى هنا الفريق البرتغالي ملوش نسبه حق البيع، اعاده البيع يعني لما يتباع تاني ملوش نسبه في الموضوع، لكن لو اتباع لفريق خارجي كان الفريق البرتغالي يطالب النادي الزمالك، وقال هنا ده اهمال وتسيب واهدار للمال العام، ويحمل اللجنه اللي فاتت تفاصيل ما حدث يعني. راح لملف شيكابالا وقال، قال انا شيكابالا بسدد له فلوسه من 2016، لكن حجز الاستاذ ممدوح عباس على الارصده هو اللي خلى نادي الزمالك لا يلتزم بسداد باقي الاقساط. ده نص ما قاله في موضوع شيكابالا. تمام. تمام؟ قال حاجة تانية مهمة جدا في موضوع محمد ابراهيم، قال اللي عمل العقد بتاع محمد ابراهيم انا حولته للنيابة العامة واظهر قدام الصحفيين والاعلاميين اللي كانوا موجودين قرار النيابة العامة بتحويله للتحقيق. قال الشخص اللي عمل عقد محمد ابراهيم انا حولته للتحقيق، وطلع ورقة النيابة العامة. طب مين هو الشخص؟ ما وضحش على فكرة طبعا. للأسف
هو طلع الورقه كده يا استاذ عبد الناصر، بينها اقول قدام الناس قال الشخص اللي عمل عقد محمد ابراهيم انا محوله للنيابه من ساعه القضيه ما بدات. تمام. لكن لم يوضح اسمه. دخل في موضوع حمدي النجاز وقال ان اللجنه السابقه اهدرت المال العام في قضيه حمدي النجاز، قال ان الزمالك كان الحق له ان ياخذ من اللاعب 2 مليون دولار كتعويض لانه هرب من النادي. لكن النادي استعجل وما استناش الاستئناف على الحكم وقام بالتفاوض مع اللاعب للتصالح والتنازل عن المستحق، يعني التنازل بين الطرفين. وده اللي تم بالفعل، وقالوا ان الزمالك كان ليه في القضيه دي حوالي 2 مليون دولار. تمام. دي رقم واحد فيما يخص القضايا اللي انا بسردهم لك واحده واحده كده زي ما قال. تمام. هنخش على حاجه ثانيه. قال ان اللجان السابقه الثلاثه دخلت لهم فلوس كتير جدا لكن لم يحسنوا التصرف فيها. قال ان هم دخلوا لهم 100 مليون دولار 100 مليون جنيه من الشركه الراعيه واكثر. قال ان هم خدوا قرض من البنك بضمان العضويات او ضمان الشركات العضويات ب 70 مليون جنيه. قال ان هم دخل لهم فلوس مصطفى محمد وفلوس الاعراف واللي تخطت ال 100 مليون جنيه، لكنهم لم يحسنوا التصرف. قال ان هم اهدروا ما بناه في الفرق الجماعيه في كره القدم وكره اليد وكره السله. قال ان مصطفى محمد لا يمكن ان يتم بيعه باقل من 20 مليون دولار، ده هو لاعب واعد وزيه زي محمد صلاح، ده نص تصريحات الاستاذ مرتضى منصور. تمام. تعليقي عليها يعني. تمام؟ ده كل اللي قاله فيما يخص اللجنه السابقه. الاستاذ مرتضى منصور وهو بيعلن عن ترشح الانتخابات قال الناس كده اللي حابب يجرب يقرب، انا هنزل الانتخابات واللي حابب يجرب يقرب. ده انا بقول لك كلمه قالها فانا سجلتها وكنت بتاع عشان اقولها مع حضرتك في الحلقه، اللي حابب يقرب يجرب. انتوا عارفين لما بتنزلوا، انا بقول لحضرتك اللي قالوا، انتوا عارفين لما بتنزلوا قدام الاسد مرتضى منصور ايه اللي بيحصل؟ تمام. ده فيما يتعلق بالانتخابات. هروح لحته ثانيه. الاستاذ مرتضى منصور بيطالب الناس، قال انه في ناس دلوقتي بتعمل عليا حملات مضاده، زي الاستاذ مرتضى منصور هيرجع فرجاني ساسي، هيجدد لاشرف بن شرقي في الاسبوع ده. قال لهم وانا ساحر؟ انا مش ساحر ومحدش يضغط عليا بالكلام ده، لسه المفاوضات مع اشرف بن شرقي قائمه ولسه ما فيش اللاعب لا يحق له التوقيع لاي نادي. كمان فرجاني ساسي انا ما ينفعش ارجعه وانا موقوف بالقيد اصلا، ده نص ما قاله بيخص اللاعبين دول. تمام. فيما يتعلق بالتجديد للاعيبه الباقيين يا استاذ عبد الناصر اللي هم عددهم حوالي سته بعيد عن اشرف بن شرقي، قال انه في لجنه هيديرها الاستاذ امير مرتضى منصور، دي هتتولى التجديد لكل عناصر الفريق خصوصا ان الفريق لا يحق له استخدام صفقات في يناير. تمام. ألمح لحاجه ثانيه الاستاذ مرتضى منصور في المؤتمر الاستاذ عبد الناصر فيما يخص استاد الزمالك وفرع النادي 6 اكتوبر، قال ان اللي هيتولى الملف الاستاذ احمد مرتضى منصور هيتولى الملف، وخلال سنتين هيكون هناك استاد نادي الزمالك وهيكون فرع 6 اكتوبر شغال. يعني كلمه خلال سنتين دي معناها ان هو الاستاذ احمد مرتضى منصور هو اول عناصر قائمه مرتضى منصور. ده تحليل وما اظن ما فيهوش يعني، اصل ده سنتين هتكون الانتخابات اتعملت واكيد هيكون متواجد الاستاذ احمد مرتضى منصور. تمام. قال ان انا مش هعلن على القائمه بتاعتي دلوقتي بس انا كل الناس اللي شغاله معايا بحترمها ومن الممكن يكون منهم اسماء كتير جدا في القائمه المرحله اللي جايه في القائمه بتاعتي. طيب الملف اللي فجره اخوك الصغير وتلميذك علي شحاته النهارده الاستاذ مرتضى منصور تكلم عنه. لفظا يا استاذ عبد الناصر زي ما انا قلت لحضرتك، هو قال قطاع الناشئين في بيتعامل بالرشاوه بالمحسوبيه بابناء العاملين، هيتم يفور كل قطاع الناشئين في نادي الزمالك. ده اللي انفرد بيه اخوك الصغير يا استاذ عبد الناصر من شهر. صح. بنتكلم على قطاع الناشئين. قال هيتم تفوير كل قطاع الناشئين واستخدام مدربين جدد في القطاع. رقم اثنين، كلف سياده اللواء علاء مقلد بلجنه لاعاده هيكله الرواتب للعاملين جوه نادي الزمالك، قال اللي بيحصل هو اصدار المال العام والاستاذ واللواء علاء مقلد هيتولى اداره الملف بإعادة هيكلة الرواتب مرة أخرى. وهنا بيخص بالذكر اللجنة الإعلامية والمركز الإعلامي.
ده ابرز ما قاله الاستاذ مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي اللي عمله النهارده. طبعا انا مش عايز يعني اتطرق للكلام التاريخي شويه، هو رجع بالتاريخ شويه لفتره 2005 وقال الناس مش انا السبب في القواضي اللي بتترفع كل شويه على نادي الزمالك، انا اتعينت كرئيس نادي، اترفعت عليا قضيه فشلوني فحاولت اجيب حقي فرجعت تاني، ودلوقتي انا شالوني برضو فحاولت اجيب حقي فرجعت تاني. هو هنا بقى نروح لموضوع الجماهير، هو شكر جماهير نادي الزمالك كلهم وقال ان هم السبب في الضغط على الجهات السياديه بانقاذ نادي الزمالك بعودتي مره اخرى. ربنا يسهل ان شاء الله. انا بس استغربت، هو اللي بيقول لك علاء مقلد هو اللي هيعيد الهيكله يعني ويصحح اللي متكسر في الرواتب؟ ما لا لا عادي، لا تعليق يعني، انا بس يعني افكر انك انت قلتها غلط ولا حاجه. لا، اللي هو علاء مقلد هيعيد هيكله الرواتب للعاملين في نادي الزمالك. وعلاء مقلد، انا كاتب نقطه نقطه عشان اقولهم مع حضرتك عشان ما تنساش حاجه او تغلط في حاجه. طيب، ونعتذر عنك. لا طيب، هل هاجم حد النهارده في المؤتمر الصحفي؟ لان والله ما شفته. هو زي ما حضرتك انت كنت تفضلت من شويه، كان هاجم الكابتن خالد الغندور وهاجم بعض الشخصيات في اللجان السابقه زي الاستاذ عمرو ادهم وزي الاستاذ طارق جبريل، الناس اللي كانوا بيتكلموا عن نادي الزمالك وقالوا ان هم فضحوا نادي الزمالك في على التلفزيون. الزمالك كان ممكن يتم ادارته ماليا بطريقه افضل، احنا ما حسسناش الجمهور ولا الناس بالمشاكل وكنا قادرين نحل كل المشاكل، لكن اللي حصل حصل. وانا مع انا كان عندي كان كنت قادر بمذكره صغيره جدا ان انا اوقف نشاط الكوره في مصر، بس انا راجل وطني وبيهمني مصلحه بلدي، فعلشان كده ما عملتش كده ولا عمري هعمل. لكن ما شتمش الاستاذ ممدوح عباس ولا اي حد؟ هو في حاجات ضمنيه يا استاذ عبد الناصر، بس طالما الراجل ما قالش اسماء انا ما ينفعش اقول ان هو شتم. لا لا، وانا قلت انا بقول لك انت، انا بسالك لان انا ما اتفرجتش يعني شتم. لا انا كنت موجود بقول لحضرتك هو ضمنيا شتم ناس كتير ومن ضمنهم حضرتك على فكره. ليه؟ ضمني. ضمني عليا عليا يعني. موضوع الانتخابات انا مش عايز اقول، بس هو ما ذكرش اسماء لكن علشان لا لا قول 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 قول. هو ساعه الانتخابات قال انا نجحت في انتخابات مجلس النواب ومش شغل الطرح والكلام ده كله هو اللي سقطني، انا من جاي ما سقطتش في انتخابات نادي الزمالك في انتخابات مجلس النواب، بالعكس انا نجحت والطرح دي ما سقطتنيش ولا حاجه، بالعكس انا الجمهور رجعني تاني اهو وانا رجعت بصفحتي بيضاء ونظيف. انا كاتب كل النقط اللي هو قالها. طب وين الطرح؟ انا مالي ومال الطرح؟ هو يقصد في الفيديو اللي حضرتك اتكلمت كنت موجود فيه انت والاستاذ استاذ ابو المعاطي زكي. قال الردح ولا الطرح؟ قال الاثنين. الاثنين؟ يا ساقط يا ساقط يا ساقط يا ساقط، لحسن يكون نسيها ولا حاجة. عادي، مرتضى منصور راجل طيب يعني، بس قدام الكاميرات كده بيعيش دور مش دوره عادي، مفيش مشكلة يعني. هو راجل هو صدقني راجل طيب، بس قدام الكاميرات بياخد ادوار مش دوره، يعني يدي لك احساس انه اسد لكن هو مش اسد، يديك احساس انه قوي لكن هو مش قوي يعني نظرا للسن والكلام ده، الله يكون في عونه. فعادي دايما وابدا تعامل مع مرتضى منصور اللي بعيد عن الكاميرات، لان مرتضى منصور بعيد عن الكاميرات راجل طيب وراجل وديع وبيخاف من الفئران وبيخاف من القطط وبيخاف من الناس عادي جدا وجدا جدا جدا وبيخاف جدا كمان، وانا عارف بقول لك ايه، لكن بس هو قدام الكاميرات ويلاقي مجموعه من الشباب كده قدامه بياخد ادوار خياليه فبيتخيل نفسه في حاجات مش فيه، يعني يتهيأ لك انه شرس لكن هو مش شرس خالص، هو طيب، يدي لك احساس انه منتقم لكن هو مش منتقم خالص، هو وديع عادي يعني. ف يعني قدام الكاميرات بياخد ادوار مش ادواره يعني، لكن هو بس معلومه مرتضى منصور سقط في الانتخابات. يعني هو في واحد نجح في انتخابات قاعد في بيتهم ولا بيقعد في البرلمان؟ لا، هو في واحد نجح وقعد سقط. لا لا لا، انا بسالك هو في واحد نجح في انتخابات برلمان قاعد في بيتهم ولا بيقعد في البرلمان؟ لا، بيروح يقعد في البرلمان وبيروح يشتغل في البرلمان. بالظبط، لكن مرتضى منصور سقط عشان كده قاعد في البيت. سقط فعلا. يعني هو مش انا يعني، هو مش انا اللي اقول كده، كالواقع هو ساقط
يعني ودي مش إهانة، مش إهانة خالص أو بلاك نقول ساقط، رأس باء في الانتخابات، رأس باء في الانتخابات، لا تكون ساقط عيبة ولا حاجة. إيه رأيك مو ما نجحش يا ريس؟ لا لا، رأس باء في الانتخابات أو ما نجحش. ما نجحش أفضل، ما نجحش. وبعد كده احنا بنتفرج من بعيد، والاستاذ مرتضى كامل الاحترام وكامل التقدير وعادي، واذا قال كان قال كلمتين بيتنفس بهم قدام الناس يا عم عادي، فوت يعني مفيش مشكله. هو النهارده عرف انك انت تبع كره بلدنا وتبعنا ولا ما كانش عارف؟ الاستاذ خالد كان عارف ان انا تبع كره بلدنا ودخلت مفيش اي مشاكل، ولغيت اي مكان انا اشتغلت فيه وانا كاتب وانا داخل كده كوره بلدنا. طيب استاذ خالد مين؟ استاذ خالد سليمان، بس ده حد صديقي جدا من النادي، يعني مش عايز اسبب له مشاكل. لا لا لا، خالد راجل محترم، وخلي بالك هو نفسه احمد مرتضى وامير ومرتضى طبعا. ومرتضى مرسول. انا عايز اقول لحضرتك استاذ عبد الناصر، يعني انا زعلت جدا والله من شويه على خبر وفاه الاستاذ المستشار جلال ابراهيم، لان انا النهارده المستشار احمد جلال ابراهيم اخذني بالحضن. تخيل حضرتك راجل في قمه الادب والاخلاق والاحترام والله. رحمة الله على المستشار جلال إبراهيم، وإحنا مرتضى يعني معاك، ربنا يكرمك، ومنك للزملكاوية إنسانة يعني. إحنا هنعمل شغلنا أستاذ عبد الناصر زي ما اتفقنا، وده مبدأ وياخد حقه تالت ومتلت. طبعًا طبعًا، أنا ذكرت اللي قاله على فكرة، كنت بكتب وراه علشان خايف أقول لفظ ما قالوش عشان ما حدش يجي يحاسبنا بعد كده. لا، والفيديو موجود وكل حاجة موجودة أستاذ عبد الناصر. يعني احنا مأمنين نفسنا بكل حاجة قالها انا نقلتها، وده دوري كإعلامي او صحفي ان انا بنقل الخبر او المعلومة. طيب في اي حاجة تاني في المؤتمر الصحفي استوقفتك؟ في موضوع شيكابالا، كان في احد الزملاء الصحفيين سأل عن ملف شيكابالا هيرجع امتى، شيكابالا محدش عارف عقوبته دي هتخلص امتى. هو قال انه هيبعت مذكرة لاتحاد الكرة يلتمس فيها ايقاف اللي هو وقف عقوبة شيكابالا وعودته مرة أخرى للمباريات. ده أغلب ما قاله الأستاذ مرتضى منصور النهاردة في المؤتمر. بس عايز أقول لحضرتك إن أنا اللي لاحظته النهاردة، النبرة فعلا كانت هادية، الدنيا تحس إن في هدوء، الناس يعني كل الناس ما فيش مشاكل زي ما والله يا عم ده. إحنا الناس كلها موصيانا والله، والله الناس كلها موصيانا، وقالت مرتضى منصور لا هيقول بم ولا هيتكلم لا يمين ولا شمال ولا تجروا شكل ولا لكم دعوة بيه، يعني الناس كلها موصيانا، يعني كل الناس موصيانة عليك يا مرتضى، الناس كلها موصيانة عليك يا مرتضى، فعادي يعني تنتدفع 400 مليون والناس كلها موصيانة عليك، فاحنا دينا هادين قوي اهو، ادينا هادين قوي، ما تنكشناش بقى واستمتع باللي دافعه وعيش حياتك، التوصيات على اعلى مستوى واحنا عاملين بيها والله، بس ما تنكشناش عشان ما تتجرحش.